ما هي قصة الدمية المسكونة روبرت؟ قصة الدمية روبرت في جزيرة ويست في فلوريدا عام 1904 في منزل فخم يعود لعائلة فنان ومؤلف يدعى روبرت يوجيني كما اعتادوا على مناداته منذ صغره، والذي كان طفلا وحيدا لوالدين ثريين فكانوا كثيرا السفر، مما يضطر الوالدين لترك ابنهما جين برفقة مربية عجوز من أصل جزر البهاما إلى أن يعودا من رحلة عملهم. يقال أن العجوز كانت متمرسة بسحر الفودو القائم على استغلال الأرواح الشريرة وتسخير الجن والعفاريت لفرض إنزال اللعنات السوداء تستعمله على الأعداء والخصوم. والدة جين كانت معروفة بطبعها القاسي مع الخدم ونوبات غضبها، وقامت بطرد العجوز لأسباب تافهة، لكن تعلق ابنها الشديد بالعجوز يجبرها على التمهل في طرده. أمضت المربية العجوز في المنزل حبيسة لا تغادر غرفتها إلا لماما، لا يعلم أحد ماذا كانت تفعل في خلوتها، لكن زملائها في العمل كانوا موقنين بأنها تدبر أمرا ما للانتقام من مخدوميها الذين أهانوها كثيرا. أخيرا تركت المربية حجرتها وحان موعد رحيلها، لكن قبل أن تترك المنزل صعدت العجوز ببطء نحو غرفة جين وقدمت له دمية مصنوعة من قماش وقطن، وأخبرته بأنها صنعتها خصيصا له وأسمتها روبرت تيمنا باسمه الأول، وطلبت من أن يحتفظ بها كذكرى منها، ومن ثم ودعته ورحلت. سرعان ما تعلق جين بالدمية وأخذ يمضي كل وقته معها، وصار يحادثها ويلاعبها وكأن يلاعب أحدا حقيقيا، وبدأ الأمر عاديا بالنسبة لطفل يمثل عمره. ولكن الوالدين بدأوا بسماع أصوات أخرى في غرفة ولدهم غير صوته يتحدث بنيابة عن الدمية روبرت، ولكن سرعان ما أدرك الوالدين بأن الصوت الذي يصطحب مع صوت الطفل يبدو كشخص بالغ وخشن، وليس من المعقول أن يكون هذا صوت جين. وأحيانا يسمعون صراخا شديدا، يهلع إلى غرفة الطفل ليجد الطفل محبوسا في الزاوية خائف والدمية جالسة على الكرسي. وعند سؤالهم له يقول روبرت: من بدأ العراك ليس أنا. بمرور الأيام لاحظوا تغيرات تجري على المنزل، صحون تتطاير فجأة، أبواب تقفل من الداخل، كتب تتبعثر، دمى جين تتمزق، وغيرها من الأمور الغريبة. فظن الأبوين بأنه هو من يفعل هذه الأشياء، وكانا دائما يوجهون له أصابع الاتهام، وهو دائما يستنكر ذلك ويقول بأن روبرت من يقوم بهذا العمل، ولم يصدقوا ذلك مع أن الخدم الذين كانوا معهم جميعهم أقسموا أن الدمية هي وراء كل ذلك، وأن العجوز أنثرت لعنة لتنتقم منهم. وحين قرروا أخذ اللعبة إذا بها تتحرك في أرجاء المكان، تركض وتتسلق وتقفز ساخرة من الأبوين، مما جعل الأبوين في حالة هلع شديد. عندها قرروا الإمساك به وحرقه، فإحدى الخادمات حذرت من فعل ذلك قد يكون لعنة بالبيت كله، فأخذوها وحبسوها في غرفة. مرت السنين وظلت الدمية محبوسة في الغرفة إلى أن كبر جين وأصبح رساما ومؤلفا، وتزوج فتاة جميلة تدعى آني، وإلى أن مات جين وباعت زوجته المنزل ناسية أمر روبرت، مما اضطر صاحب المنزل الجديد إلى فتح باب الغرفة المغلقة. وجدوا روبرت جالسا على كرسي هزاز محدقا بمن يدخل ويخرج من المنزل. تعجبوا من الدمية لأن كل ما في الغرفة كساه الغبار إلا هذه الدمية، وسرعان ما تعلقت ابنتهم ذو العاشرة من عمرها بالدمية، وبدأت الأحداث من جديد تتكرر، والفتاة تصرخ وتنتحب ليلا، والتي كان أهلها يهلعون من أن الدمية تستطيع التحرك والتجول، وأقسمت ابنتهم بأن الدمية حاولت إيذاءها
فصارعت العائلة إلى تقديم الدمية في متحف فورست إيست مارتيلو للتخلص من شره. وسرعان ما اشتكوا أيضا حراس المتحف ليلا من الدمية، لأنها تتحول ليلا محدثة الفوضى، إلى أن اضطرت إدارة المتحف بحبس الدمية بقفص زجاجي، وإلى يومنا هذا روبرت متواجد. شكرا لمتابعتنا، ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو أفضل.